معنا الشيخ علاء بداني إمام وخطيب مسجد أبو بكر الصديق. نعم، يعني أنتم تشدون الرحال إلى المسجد الحرام وإلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، المعنويات كيف متشوقين إلى لقاء رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. طبعا الحمد لله رب العالمين، هذا نعمة وفضل من الله عز وجل أن أكرمنا أن نذهب إلى زيارة النبي عليه الصلاة والسلام وزيارة بيته الحرام. طبعا المعنويات عالية جدا، وما في رحلة أعظم ولا أجل من هاي الرحلة، رحلة إيمانية دينية، نزداد إيمانا ونزداد يقينا بالله عز وجل، ونزداد قربا من الله عز وجل، ونحن قلوبنا تسعى إلى البيت الحرام، حيث هذه دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ونحن الحمد لله رب العالمين قلوبنا معلقة ببيت الله الحرام، معلقة بالمسجد النبوي الشريف، معلقة بنبينا عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله التسهيل، ونسأل الله أن يعيدنا سالمين إلى أهل بلدنا، وبارك الله فيك أخي أمين. نعم، يعني بالسنوات الأخيرة كيف تقييمك للوضع من حيث الخدمات ومن حيث الأمور اللي بيتقوها الحجاج؟ والله الحمد لله، يعني مرات بتكون فيها أشخاص بالحاج بيرجعوا مبسوطين ومكيفين الحمد لله رب العالمين. بالعمرة في تفاوت، نعم، يعني اللي كانوا قبلنا بيوم عانوا بالسوني، عانوا تقريبا 10 ساعات قعدوا بالسوني، إن شاء الله إنه ما بنعاني في زين وبنقعد بالسوني 10 ساعات، إن شاء الله إنه بتكون مسهلة، طلعات ونزلات كيف بيقولوها، يعني إن شاء الله إنه إحنا بتكون كلياتها مسهلة بإذن الله. نعم، يعني هناك في الحرمين الشريفين في أعمال ترميم، في هدم عمارات وبتوسعة للحرمين الشريفين، لابد لنا رح يكون في بعض المشاكل، كيف فهمت؟ هي كثير حذرونا من الشغل كثير، وراح يكون بعد شوي، وراح يكون الطواف حشرة كثير لأنه مسكرين كثير، ولكن تهيأنا نفسانيا إنه هاي الإشي كل الصعاب بدنا نواجهها، عشان شو ما نلاقي الإشي يجي علينا أهون إن شاء الله، والأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة الحمد لله. تروح وترجع بالسلامة، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك.